إرث واخده من منطقة عندي. شفت ناس شريرة كتير، شفت حاجات كده، برغم من طيبة الشعب المصري قوية جدا، إلا إني فعلا شفت ناس غريبة الشأن، شربت منهم حاجات. أنا بحاول دايما إني يعني أعيش من خلال الحاجات اللي جوايا، مخزونة جوايا وبعملها. فأنا عملت يعني على طبعا بلس إني مش هقدر أقول لك إن زي ما أنت قلت في أساتذتنا الكبار أستاذ محمود المليجي وآخرين شربنا منهم أداء صح ما ينفعش إن احنا نسيبه. الأستاذ زكي رستم الشرير الطيب برضه، أستاذنا الجميل صلاح منصور. صلاح منصور يا لهوي، الله اكبر، يا لهوي الله اكبر عليه، إيه وعلى ايه ده، وعلى جماله وعلى ادائه، الله يرحمه يا رب، غير طبيعي، الله يرحمه يا رب. وبعد كده اجمل قبيح في السينما العالميه تشارلز برونسون مثلا، يعني شوف ده نوع من الشر ما حدش يعرف يجيبه في اي وقت. بس هو هقول لحضرتك حاجه، تخطيط الشر باشكاله وانواعه وكل شيء بيجي من خلال برضه ثقافتك وقراءاتك ونوعيه البيئه اللي انت تربيت فيها و ايوه بتاخد من 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 منا، مش هقول لك ان هي ما بتاخدش مجهود، لا بتاخد مجهود جامد قوي 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 عشان تقدر صحيح تستجمع الحاجات دي. انا من الناس اللي بحب ادوار الشر، بحبها لانها بتقدر تطلع من خلالها حاجات كتير قوي وملامح، بتقدر تلعب بملامحك وتغيرها. وبعدين في حاجه تانية كمان، انك دور الشرير مش طبيعي. يعني الناس بتفتكر ان الشرير ده واحد شخصيه ما عندهاش اي ثقافات، بالعكس ده بيبقى جواه كم ثقافه في ساعات غريبه جدا طبعا جداً، لانه بيبقى ذكي كمان، بتخليه يعمل الشر بشكل يتعب الناس ممكن، صح يعني صح.